عم بتعامل مع إكيب كتير حلو، تواصلت معهم وشفت شغلهم واتفقنا أنه نعمل شيء كتير جديد وغريب. وهالفوتوشوت اللي صار في بيروت بنشوف فيه سوزان بإطلالة عصرية، لأنها معروفة أنها بتحب التجدد في إطلالاتها، وعشان كذا مؤخراً قصت شعرها قصير وشفنا فيديو نشرته لمراحل التحضير لهالقصة الجديدة. وهالجرأة الكبيرة اللي عند سوزان خلتها تتشجع وتتعاون مع فريق العمل للمرة الأولى، ومنهم مصفف الشعر شرب الفرفور وخبير الميكب محمد حرب والمصور الفوتوغرافي كفاح بلاني. حبيت الشغل معها، هيك حدا عفوي كتير، عندها شخصيتها بتعرف شو بدها على الكاميرا، على الاتيتيود تبعها كتير حلو. هي مثل ما بنعرف حدا بحب يتجدد، بحب بكل اطلالة تكون مميزة، وهذا الشيء لقيته معي هلا كأول تعامل مع بعض. تركت الثقة لإلي واشتغلنا 3 لوكس كتير مهمين، يعني انتقلنا فيهم من السيمبل الكلاسي للأجي أكتر وطلعنا صرعة، وبنفس الوقت حضرنا لوك لفالنتاين كتير مميز لأنه هاي الإطلالات ما معودين عليها لسوزان. وبما أنه سوزان بتظهر بثلاث لوكات مختلفة وواحدة منهم باللون الأحمر خاصة لمناسبة يوم الفالنتاين، حبينا نعرف منها إذا بتعيش حب جديد في حياتها. لا ما في، في ولادي ولادي عندي بعيد الحب، ولادي الصبيان الاثنين عيد ميلادهم بعيد الحب. لغصة بهيدا العيد كمان إلى 4 سنين الغصة، لأنه 4 سنين ما شفتونا عم نحتفل بعيد ميلادهم من بعيد. وهالغصة الكبيرة سببها إن أولادها عايشين في أمريكا وما تقدر توصل لهم، بيفكروا يجوا لهون أو هن ناطرين لياخدوا الجرين كاردز فورا قالوا لي بنفس اللحظة رح نقطع ونجيكي، إن شاء الله يا رب قربت، يعني يمكن خلال هاي السنة إن شاء الله يا رب. وغير أملها بمقابلة أولادها، فأيضاً هالسنة بتحمل أعمال جديدة لها، من أبرزهم المسلسل المصري لما كنا صغيرين واللي بتشارك فيه كضيفة شرف مع ريهام حقاق ومحمود حميدة وخالد النبوي. ضيفة شرف، بس ضيفة شرف كتير مختلفة وغريبة، لأول مرة بشتغل هيك دور. وبما أنها دائماً بتأدي أدوار البطولة في أعمالها، سألناها عن سبب انضمامها لهالعمل كضيفة شرف. اقتنعت في أول شيء قبل ما أقرأ الدور، اقتنعت بالمجموعة الموجودة، المنتج كتير مميز، المخرج مميز، النجوم الموجودين كلهم مميزين، الكاتب، وأنا هيدا الشيء اللي بدور عليه قبل الدور تبعي. لا الدور بعدين بنحكي، لا الدور، لا الدور، الدور مفاجأة ما حنحكي عنه شيء هلا. ولكنها خبرتنا أكثر عن عمل ثاني بتحضر له. ثاني بقى هو السوربرايز، بكرة رايحة نوقع، رايحة على مصر، اجتماعنا بعد بكرة وإن شاء الله بنعلن من هونيك عن العمل الجديد.